كنشكر اولا قناه شوف تي في باش توصل لنا الصوت ديالنا، الحكومه ديالنا والمالك الغالي ديالنا باش يشوفوا من جهه، من جهتنا رحنا متضررين من شهر 3 وحنا موقفين، لا من نقافات، لا من تريتورات، لا من موسيقيين، لا من طباخات، لا من سميتها سربايا، كلشي كلشي اللي كيخدم في هذا القطاع كلشي كيحتضر. صافي كاين اللي عنده طريطات، عنده مسؤوليات ديال الدراري، عنده ملاقي باش ياكل. انا دابا اللي كنقول لكم انا نقافه قسما بالله، الا وليت تنبيع جافيل بالعبار وكنبيع ثاني كروه باش نوكل وليداتي، لان انا المعيله الوحيده لولادي قسما بالله، وكل شيء راه عارفني وحال حانوتي، وكنبيع فيه جافيل وتيد درهم 10 ريال باش نجمع داك 20 درهم. بقى محطوط راه كله راه تبوره ماشي صافي، وقسما بالله درته انا للبيع، والله حتى واحد ما بغى يبيع، لحته في الفيسبوك حتى واحد ما بغى يبيع. صافي مشى ليا دابا، مشى، انا عندي دابا كريدي في لابونك وخاصني نخلص وما لقياش باش نخلص. شي الظلمه والله ما مخلصاه، قسما بالله ما مخلصاه، لان يعني ما كناش عوالين على هذه الجائحه، والحمد لله هذا ابتلاء من عند الله. ولكن كنتمناو من الحكومه كي حلت جميع القطاعات تحل لنا حتى حنا القطاع ديالنا، ولو 50% ولو 20% نخدموا حتى حنا على الاقل شويه نوكلوا وليداتنا. وليداتنا راه ولاو كيتشردوا، راه ما بقينا لا بنقريوهم لا ما نوكلوهم لا والو، والله العظيم الا الظلمه ما بقيت باش نخلصوا لا طريطه لا حتى حاجه. شي 20 درهم 30 درهم اللي كنصور في النهار من نقافه حتى وليت تنبيع بجافيل وصاني كروه باش نوكل وليداتي. وكنطلب من الحكومه، كنطلب منهم يشوفوا من جهتنا. السلام عليكم ورحمه الله، معكم اميمه حناوي بصفتي من شغيلين هذا القطاع ديال الحفلات والاعراس بمدينه المحمديه. جينا اليوم باش نوصلوا الصوت ديالنا والرساله والمعاناه ديال شغيلين هذا القطاع. كيف كتعرفوا بانه منذ منتصف شهر مارس توقفنا على العمل، وبعض القطاعات يعني اللي عرفت انها رجعت للخدمه استأنفت العمل جزئيا او كليا، في حين ان قطاع الاعراس والحفلات لازال ليومنا هذا ولحد الساعه متوقف. فما غاديش نقولوا بانه مثلا لجنه اليقظه ما فكرتش في هاد الناس، ولكن فعلا فكرت فيهم بالحق، عطاو بانه غيكون دعم فقط للناس اللي عندهم لا سينيسيس. دونك السؤال المطروح هو شنو المآل ديال هاد الناس اللي ما عندهمش لا سينيسيس؟ دونك حتى هما بغينا خاصهم يفكروا فيهم، خاصهم يهزوا ليهم الهم. كاينين الناس اللي عندهم دي كريدي، كاينين وليدات خاصهم يقراو، كاينين يعني عيالات ورجال اللي كيخدموا غير بالحرفه، ما عندهم ما يبيعوا، ما عندهم ما يشريوا، عندهم يديهم، عندهم كتافهم باش يخدموا. وهذا القطاع هذا فهو كيساعد على التكافل الاجتماعي، بانه كاين الناس اللي ما عندهمش خدامي، على الاقل كيجيو كيكونوا يعني كنسميهم ناس مياومين، كيجيو كيصوروا طرفه الخبز في هذاك النهار او في هذيك المناسبه. فالرساله والصوت اللي بغينا نوصلوه للجهات المعنيه بانه احنا اليوم وقفنا باش نطالبوا بحق الشغل اللي هو حق منصوص عليه في الدستور المغربي في الفصل 31، وهو من حق اي مواطن مغربي. فكنتمناو بان صوتنا يوصل للناس المسؤولين والجهات المتخصصه باش تلتفت لهاد الناس هادو وتشوف فيهم بعين الرحمه. وكلنا واقفين تحت شعار الله الوطن الملك، والله ينصر سيدنا ويخليه لنا ملك وحامي المله والدين وحامي هاد البلاد. وكنطالبوا به باش يلتفت لهاد الفئه المهمشه وهذا القطاع الغير المهيكل باش يدير حل لهاد الفئه هادو اللي فعلا كيعانيوا في صمت. أميمة حناوي مديرة شركة لتنظيم وتمويل الحفلات.